This piece is very good piece. 50 pounds. 2 pounds. 40 pounds. 2 pounds. 30 pounds? 2 pounds. Okay. 1 pound. 2 pounds. بقول لك 1 pound. 2. ماشي. 2 2. It's 1. It's 2. Okay. Thank you. شفت يالا؟ ضحكت عليه انت يا دولا. اتعلم بقى ياض. ادرجي. بقول لك يا دولا انا اخيرا بقى خلصت تنظيف البازار وكده، يعني اروح بقى لقط لي سندوتشين. اجيب لك حاجه معايا؟ رمزي انا اصلي يعني مش عايز اتعبك معايا يعني. هتتعبني فيها يا دولا؟ هو انا هدفع حاجه من جيبي؟ ده كله عليك انت. طب بقول لك يا رمزي، يعني انت مفيش حاجه معينه مضايقاك مني مخليك مثلا حاسس بالظلم؟ ما تكملش يا عادل، ما تكملش. انا ياما انت ظلمتني وقعدت هنا في البازار عد الليالي وعد الدموع اللي بتنزل. تعد؟ هو انت بتعرف تعد اصلا يالا؟ مفيش يوم يا دولا بيعد عليا الا لما نجرع جزء من ظلمك ليا. تنجرع ايه وظلم ايه؟ بص قول لي مثل محدد، ما تكلمنيش بشكل عشوائي. بسيطة يا دولا اهو. ايه بقى الموضة اللي انت طالع لي فيها اليومين دولت، اللي لما اكسر لي تمثالين تلاتة تخصم لي من مرتبي؟ ظلم ولا مش ظلم؟ يعني إيه انت عايزني كمان ما اخصمش لما اتكسر التماثيل؟ انت بتستهبل يالا. طيب ماشي، هسألك سؤال يا دولا، الانسان اهم ولا الجماد؟ الجماد طبعا، ده بالنسبه لي، لكن بالنسبه للبني ادمين العاديين مش المخلوقات الغريبه الانسان اهم طبعا. اديك قلتها اهو، الانسان اهم، يعني انا اهم من التماثيل، وبالرغم من ذلك بتقعد تخصم لي بسببهم مع ان هم مش باقيين لك، لكن انا اللي باقي لك وبتقعد تنصرهم عليا. ولا صحيح انت بتتخانق مع التماثيل بالليل لما بتيجي تنام هنا في البازار؟ لا هو الكويس ما بكلمهم. طب وبتكسرهم ليه ما بتتخانق معاهم؟ انا افضل ما اجاوبش على السؤال ده. وانت بتعمل حوار في مجلة، انا بقول لك بتكسلهم ليه؟ وعندك في حاجة تانية دولة، لما كترت مسألة الخصومات دي يعني فقدت هبتي في البازار بين التماثيل، يبقى ده ظلم ولا مش ظلم؟ طب يا ابني انت ليه مثلا ما حسستنيش او ما بينتليش او ما مرتنيش او اي ايش مثلا؟ هو انا كده دولة غامض شوية، علشان كده الناس بتلتفت بنظرها جامد ليه. طب يا عم الغامض، يعني افهم من كلامك انك انت مش كارهني او متضايق مني ولا حاجه؟ بقى انا اكرهك؟ انا بحبك يا دولا، ما اقدرش اكرهك. وبعدين اذا كنت انا يعني مش هستحملك، مين هيستحملك؟ احنا ولود عم. اهي ولود عم دي هي اللي مكرهاني فيك يا رمزي. يا دولا انا صابر على وقفتي في البازار واهنت بين التماثيل علشان بس كوم اللحم اللي في رقبتك. يا ابني انا لو سبتك هطلوس. انت كمان مش هيقل جميله؟ يا نهار اسود. خلص بقى يا دولا، بقى انا جوعت يا عم، وبعدين الكلمتين اللي احنا اتكلمناهم دول اتجوعوني اكتر. انا هتظلمني تاني؟ لا يا عم من غير ما اظلمك ولا حاجه. اتفضل. لكن انت هلا ما بتعرفش بتكتب مثلا جوابات بتاع حاجات من دي؟ لا انا يعني اقرا فريره اكتب يعني. ماشي كده انا اطمنت. اتفضل يا سيدي هات الاكل اللي انت عايزه. شكرا يا دولا حبيبي. بس الحمد لله اطمنت ان انا ما ظلمتوش، مع اني كنت اتمنى ان اكون ظلمته. التالت. يا خسارة تعليمي فيكم، العيال دي ما بتفهمش حاجة خالص، تعب قلبي معاهم على الفاضي. ربنا ينتقم منك يا ظالم يا مفتري. ايه ده ايه اللي حصل يا سناء؟ اللي حصل ان انا بنفخ في قربة مقطوعة يا عادل. ايوه يعني ايه اللي يرضيكي؟ طيب اللي يرضيني ان انا اجيب عصاية طول كده وتخن كده ونسلها على جتة اللي تعبني. ليه بس يا ست؟ احنا اخوات، اتكلمي معايا بس وقولي لي ايه اللي مضايقك. يعني يا عادل انا مضيعه ايام وساعات وسنين على العيال دي ومفيش اي نتيجه بتطلع لي في الواجب بتاعهم، اغبية. طب اتفضلي كملي شغل. مش نفس الخط. بقول لك ايه يا سناء، انت بتكتبي بايدك دي بس ولا ايه؟ ما تبقى برجلي يعني. عربية كمان رجلك؟ ده انا كده هتشحطط. ليه عادل؟ ايه ليه قاعد فوق راسي؟ انا ورايا شغل. ما تقول اللي عايز تقوله وتخلص.
لا لا ما فيش يعني قصدي يعني بتستعملي ايديك الاثنين يعني؟ ساعات كتير قوي بستعمل ايدي الاثنين عادي يعني. ازاي؟ يعني لما اكون بكتب حاجه على السبوره والاقي عيلين في اخر الفصل عمالين يلكوا او جايباهم من شعرهم حطاهم قدامي طلطش باليمين بالشمال يمين شمال. انا فاكر. طب بص يا سناء تعالي بس يعني انت في وقت من الاوقات حسيتي بظلم ان انا ظلمك او حاجه؟ ظلمتني في حاجات كتير بس ليه بتسال دلوقتي يعني؟ يعني يا سناء احنا اخوات فلازم اطمن يعني. طب ما فكرتيش مثلا تنتقمي مني او تدعي عليا او حاجه؟ كتير فكرت في كده بس برضو ليه بتسال دلوقتي؟ بصي من الاخر انا جالي الجواب ده. عشان كده من ساعه ما قريت وراكبك عفريت. هو عفريت واحد بس راكبني 100 عفريت. وبعدين قعدت اسال ماما وسالت رانيا وسالت رمزي بطريقه مباشره وغير مباشره ومعرفش منهم حاجه. وانت فاكر انك بالطريقه اللي بتعملها دي هتعرف مين اللي بعت الجواب يا فالح؟ امال يعني اعمل ايه؟ اديني بدور وخلاص وبسال وخلاص. يمكن اعترف اللي بعت الجواب واعتذر له واتقي شر وخلاص. بص يا عادل، ان كنت حاسس انك ظلمت حد وضميرك بيوجعك يعني وحاسس بعدم الامان، كل حاجه وليها حل. ايه بقى الحل؟ اظن هتقولي لي يعني اسيب البيت. لا مش لدرجه تسيب البيت، انت تجمعنا كلنا ونقعد كلنا نتكلم معاك بصراحه ووضوح، واللي في حاجه وجعاه تجاهك يطلعها لبره. يا سلام، وانا يعني لو عملت كده هعرف مين اللي في وسطيكوا اللي كتب الجواب؟ مش مهم تعرف مين اللي بعت لك الجواب، المهم احنا نطلع اللي جوانا ونرتاح ونهبط. مش معقول بقى يعني احنا مش ينفعش. هدوء عشان ابدا. هدوء يا جماعه، انا جمعتكم النهارده عشان في موضوع بيهدد امن البيت وامانه ورخائه. يا عم ما تخلص طول البقين، ما تستني سناء خلينا نفهم الراجل بيقول ايه. ما هو دول رخاء وتعاسه. رانيا سناء خلاص، انا يا جماعه بمنتهى الصراحه وبمنتهى الوضوح وبمنتهى السرعه هتكلم وهقول ان انا النهارده جاني جواب تهديد. تهديد؟ هدوء يا جماعه، هدوء بقى. وبعدين معاش اللي يهددك يا عدوله ده، تلاقيه واحد غيران منك يا عادل. على ايه يا حسره؟ لا يا عادل، انت لازم تاخد بالك من نفسك. تعال جنبي يا بابا وهو ولا هيقرب لك. عموما انا بشكركم على تعاطفكم وموقفكم معايا، بس للاسف يؤسفني اقول لكم بالرغم من تعاطفكم ده الا ان اللي بعت جواب التهديد ده موجود هنا وسطينا. وسطينا؟ وبعدين انا هفض المجلس ده. وبعدين وسطينا ازاي يا عادل؟ بس احنا مفيش فينا حد غريب. دوروا يا اولاد تحت الكراسي ليكون مستخبي كده ولا كده. يا سلام يا سلام على الذكاء، يعني لو كان حد وسطينا يا انعام كان بان. ما تخلص يا عم كولومبوس. انا ممكن بمنتهى البساطه وبمنتهى الهدوء اطلع اللي بعت جواب التهديد ده من وسطيكوا، لكن انا هسيب له فرصه يطلع بنفسه من غير ما اثر عليه. لو سمحتوا اللي بعت جواب التهديد ده يطلع بنفسه. محدش عايز يطلع. ماشي، انا هديله فرصه اخيره عشان يطلع بنفسه من غير ما اضغط عليه، وهعد لغايه 3. 1 2 3. بابا لو عارفه طلعه بقى، احنا زهقنا. بصي انا ممكن اطلعه من وسط الناس دي كلها، لكن انا عايزه يعترف بنفسه، لا اما هذنبكم كلكم. ليه يعني؟ واحنا ذنبنا ايه بقى؟ ما تفوق يا عادل وتخلص بقى. يا نهار ابيض، ده احنا كده تعاطفنا مع اللي بعت الجواب مش معاك. اعمل اتفقنا عليه. خلاص بص يا جماعه، الموضوع ده محتاج منكم اجابه مهمه قوي. انا جمعتكم النهارده وهعمل اسالكم كلكم، كل واحده فيكم سؤال، وكل واحده متضايقه من حاجه مني، حاسه ان انا ظالمها في اي حاجه، حاسه ان انا مقصر معاها في اي حاجه، تتكلم وهسيب لكم الحريه والديمقراطيه عشان تتكلموا براحتكم. هل تختاروا اللي يتكلم من الكبير للصغير ولا من الصغير للكبير والحريه معاكم؟ انا. يبقى ياسمين تتكلم. قومي ياسمين. بابا انا عايزه اتكلم.
قلتلك 100 مره ما ينفعش نجيب كلب. خلاص يبقى تيجي معايا المدرسه تاخدني عشان العيال صحابي يشوفوه. ده على اساس ان انا بدل الكلب يعني؟ لا طبعا مش هينفع اجي اخدك المدرسه. اتفضلي نجلاء. انت بتتحكم فيا بطريقه اوفر. اوفر؟ انت لسه شفتي اوفر؟ ده انت هتشوفي اوفر جاي كتير. اقعدي. رانيا انا عايزك تخرجني 6 ايام في الاسبوع عشان اتفسح. افسحك 6 ايام؟ الكلام ده نناقشه انا وانت لوحدينا مش قدام كل المجلس. اتفضلي. سناء انا مش عارفه اقول لك ايه يا سيادتك. شكرا للمعارضه. اتفضلي. مجيده انا بقى عاوزه شويه مساواه وشويه عدل علشان الامور تمشي. لا ده احنا كنا دخلنا في السياسه وده غلط. انا ما بناقش هنا في البيت ده اي سياسه. ماما اتفضلي. انا لازم كأم احس بوضعي عشان كده مش هقف. اوكي اعتقد يا جماعه ان انا اكتر واحد في البيت ده قايم بواجبه او قاعد بواجبه او نايم بوجهه. مش اشكال شكل الوضع ازاي، لكن انا واثق تماما ان مفيش اي واحده فيكم تقدر تشتكي. ده مش لاني احسن واحد في العالم بيقوم بدوره، ولكن ده لاني احسن واحد في العالم بيقوم بدوره. وعشان كده اكتشفت بعد القعده اللي احنا قعدناها مع بعضينا ان انا غلطان ان انا جمعتكم النهارده. المكوى باش. شكرين يا سيدي. حسابك كام؟ نص جنيه. نص جنيه. اتفضل اتفضل. ماشي يا عادل بيه. ماشي. ايه ده، هو المجلس خلص ولا ايه؟ ها عجبتك يا سناء؟ بصراحة لكيت كتير قوي في الاول وقلت كلام كتير ملوش لازمة، بس في الاخر قلت كلمتين حلوين. امال ايه؟ لا اخوك يعجبك يا ادي الباب. عايز ايه تاني؟ الشماعة. حاضر يا سيدي. ومن غير لكاعة. ماشي يا سيدي. هاي الشماعة. اتفضل. إذا استنى 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 استنى. لك يوم يا ظالم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فيه عابر سب. ايه ده بقى؟ القميص ده انا وديته لكم بعد ما اتغسل وانتوا كوتوه، يعني اكيد مش احنا اللي بعتينه بالورقة. الورقة دي جت من عندكم. الورقة دي مين اللي بعتها؟ أنا يا باشا. إيه الاعتراف السريع ده؟ أنت بعتها لي يا ابني؟ ده أنت قالب منامي ولا عارف أنام ولا عارف آكل ولا عارف، طول الوقت حاسس بالذنب يخرب بيت عقلك. طب أنت بعتها ليه؟ مين اللي سلطك عليا؟ محدش يا باشا. بصراحة كل ما بجيب لحضرتك المكوى تديني بقشيش ربع جنيه. يعمل إيه ربع جنيه في الزمن ده يا باشا؟ كمان معترض على البقشيش ده؟ كويس إن أنا بديك بقشيش. مش عاجبك الربع جنيه؟ طب أنت حضرتك عايز كام يعني؟ جنيه. جنيه بقشيش؟ مكوة القميص دي بكام؟ نص جنيه. يعني المكوة بنص جنيه عايز فوقيها جنيه؟ ايه الافتراء ده؟ بص يا لا، مفيش غير ربع جنيه لو اديتهولك يعني. عايز حاجة تاني؟ ماشي يا باشا. مرضي؟ مرضي يا باشا. يلا اتكل. الربع جنيه بتاع المرة دي. لا المرة الجاية ما اكوم لك بقى شوية هدوم. ماشي؟ ماشي يا باشا. مبسوط؟ مبسوط يا باشا. خلاص مفيش حاجة ولا هتبعت لي ورق تاني؟ ولا أي ورق تاني يا باشا. بقول لك إيه؟ نعم يا باشا. يعني ما شاء الله يعني ذكائك هايل يعني. أنت تعرف واحد الو الو يا حاج، ها اخبار الثلاجه ايه؟ جبتها ليه بس يا حاج؟ ما انت عارف ان انا مستعجل عليها. طب هتجيبها امتى؟ ماشي ماشي. طب قول لي بقى يا حاج، هي حلوه حلوه يعني؟ ايوه ايوه، يعني انت شايف انها يبقى في بيني وبينها عشره وتدوم وتبقى عشره عمر؟ طيب يا حاج قول لي والنبي، هي طولها قد ايه؟ ايوه هو ده الطول اللي انا بحبه فعلا. طب لونها ايه بقى يا حاج؟ بيضه بيضه؟ بيضه؟ ايوه يا حاج، ما انا شفت صورتها. لا خلاص خلاص، انا هاجي اخلص وادفع مهرها واخدها على طول. ماشي يا حاج، سلام. التون الناقص هيتجوز على بنتي؟ حمادي ايه ده؟ انت ايه اللي صحاكي بالليل واحنا بالليل كده؟ ربنا ربنا بعتني في الوقت المناسب. انت فهمت ايه بالظبط يا حمادي؟ لعلمك بقى انا سمعت كل حاجه. طيب بص يا حمادي، بما ان انت سمعت يعني يا ريت ده يبقى سر بيني وبينك ومحدش يعرف خالص. يا سلام. ورانيا؟ رانيا دي بالذات بقى مش لازم تعرف، لازم احضر لها مفاجاه كبيره. تكن انت
انت عاوزني اكذب على بنتي ضنايا؟ لا انت مش هتكذبي عليها، يعني انت هتخبي عليها بس شويه، يعني احنا محضرين لها مفاجاه، ايه المشكله يعني؟ يا سلام، ومش فارقه معاك؟ لا طبعا فارقه معايا، بس اهم حاجه بقى ان هي ما تعرفش، لان كل مره هي اللي بتختار بنفسها، مره واحده بس في حياتي اختار انا يا حماتي. لا لا والف لا، انت اكيد اتجننت. يا سلام، اتجننت عشان عايز اعمل لها مفاجاه؟ انا قصدي ايه من المفاجاه دي؟ ان انا اريحها. يعني تريح مين؟ ايوه اريحها واريحكم كلكم، وبرضه يا حماتي مش مستني كلمه شكر، او مستني كلمه شكر على حسب يعني. انت كمان عاوز ان اشكرك؟ لا 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 يا حماتي، انا مش مستني اي شكر، انا بعمل كده عشان ساعدكوا يعني. بس يا حماتي ده سر بيني وبينك، اوعى حد يعرفني. ها ان شاء الله انا بفكر يعني ان انا اجيبها بالليل وانتوا نايمين، بحيث بقى تصحى الصبح تلاقوها منوره في البيت كده. حماتي اوعى يا حماتي السر ده يطلع، انت فاهمه؟ ها الدون الناقص عايز يتجوز على بنتي. طيب يا عادل. رانيا دايما، اخبارك ايه مع جوزك؟ اخباري عادي، مفيش اخبار. يعني انتوا كويسين مع بعض؟ الحمد لله كويسين قوي. شوف العبيط، بقول لك يعني ما انتيش منكده عليه؟ لا، كل يوم بيفطر وبيتغدى وبيتعشى. قولها ايه الغبية دي؟ يا هبلة يا بنت الهبلة، بقولك يعني مش منكدة عليه عيشته. ماشي يا عادل، يبقى اكيد قلت لها. فتان، هو حصل حاجة امبارح وانا نسيت اقولك عليها. ايه؟ وانا بطلع الغسيل من الغسالة، الشراب الجديد بتاعه الابيض اتحشر جوه، فزعل مني قوي. طب اقول لها ايه يا بنت؟ افهمين يعني مش بتتخانقوا؟ لا يا مامي ما نتخانقش الحمد لله. انت عايزين نتخانق ولا ايه؟ احنا زي الفل اطمني. طب هيتجوز عليكي ليه يا حبيبتي؟ تخونوا وعمروا ما تخونكم ولا ضايقكم حاجه خالص. صباح خير يا رانيا، كويس ان انت حضرت الشاي والفطار بقى، اكيد حضرتيه انا عارف طبعا. رانيا صباح خير. ايه ايه، قلت لها حاجه ولا ايه؟ انا عارف ما بتستريش على كلمه خالص. حاضر رانيا، انا اخش بقى استحمى ومعايا الفوطه بتاعتي عشان الامراض الجلديه طبعا بتاعت العائلات اللي بعد. لا يا مامي، مش ممكن حد يتجوز عليها ابدا. لا مش بقولك هبلك. لا لا ايه، انا سامعاه امبارح بوداني دول وهو بيكلم واحد بالتليفون علشان يتفق يشوف عروسه. مش يمكن يكون عشان رمزي؟ رمزي ايه يا بت؟ يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتاب وانت عايز، وانا بستحمى الميه قطعه. شفتي؟ او هيكتب كتابه يوم الخميس. والبنت بيضة او مش بيضة، والبنت بيضة طب اعمل ايه؟ وكمان بيضة. بيضة عادل؟ بيضة؟ يا خبر ابيض، بقى هو عايز يعمل كده؟ ده جريء جرأنه. اخس خلاص ما تقلقيش، انا هتصرف. انت عمرك قلت لي حاجه وما عرفتش اتصرف؟ باستثناء دي. ظروف ايه؟ اني نسيت ساعتها. خلاص يا ست بقى، دي هتبقى اول مره اتصرف فيها كويس. خلاص بقى ما تكسفنيش. خلاص علشان اللي بالي بالك جه. شو بتتكلم مين؟ استنى ما تقولش اللي بالي بالك. كنت بتكلم محمد سعد؟ لا. محمد هنيدي؟ مش مطربين خالص. مش مطربين، لا كنت بتكلم البيت. كفاءة دولة كفاءة. قول لي بقى ايه الموضوع؟ موضوع ايه؟ الموضوع الحتة الجديدة اللي انت عايز تجيبها البيت دي. يا سلام، ودي فيها ايه دي؟ فيها ايه؟ ده موضوع المواضيع يا عم عادل. بص عادل، انا بفكر اعمل زيك بالظبط، بس بعد ما اتجوز ان شاء الله. اسمعني بقى دولة وطرطق لي ودانك كده. ها، احنا اكتر من اخوات، احنا ولود عم.
ها؟ ولود عم. ولود عم من زمان كمان. خلاص بقى. متربيين مع بعض. خلاص ما تفكرنيش كل شوية بقى. إيه عادل إحنا مش ولاد عم. يا عم ما تفكرنيش كل شوية، افرض سايح من السياح دخل، عايز تبوظ علاقتنا بالدول الأجنبية، أنت اتجننت؟ هما ما بيعرفوش عربي يا عم. أيوه بس عارفين إن أنت ابن عمي. قول لي بقى يا عم عادل خلاص. هي دي تفرق عن التانية يعني في إيه؟ تفرق كتير. ياه. دي بقى طول بعرض وبيضة بيضة. يا خبر ابيض دي جامدة قوي. بقولك ببابين. بابين؟ بابين ازاي عاد؟ هي التانية كانت بباب واحد يعني ولا ايه؟ اه كانت بباب واحد وادمت بقى. يا اخي انا اول مرة اعرف ان في واحدة ببابين. ازاي يا ابني؟ انت ما بتنزلش السوق، ما بتلفش، ما بتشوفش. في طبعا كل حاجة يا ابني. واقولك حاجة؟ قول. بتسقع في دقيقة. بتسقع؟ ليه يا دولة؟ هي القديمة ما كانتش بتسقع ولا ايه؟ لا كانت بتسقع برضو، بس انت عارف يعني ايه، كانت بتاخد فترة طويلة قوي على ما تبتدي تسقع. طب قول لي بقى دولة دي انت لقيتها فين دي؟ لقيتها عند الحاج مرعي. اول ما شفتها قلت هي دي هي دي. ايه ده؟ مع اني رحت عند الحاج مرعي اكتر من مرة ما لقيتش عنده غير تلاجات. ايوه ما الحاج مرعي تلاجة، عايز تلاقي عنده ايه يعني؟ طب قول لي بقى يا دولة، انت دي هتقعدها عندك في البيت برضو؟ اه طبعا اقعدها في البيت عادي. الله، طب والقديمة؟ لا القديمة مش عارف اعمل فيها ايه، لو عايزها خدها. لا عادي، وانا حاطط يعني عيني على حاجة تانية وعندك برضو في البيت. ماشي يا سيدي، اول بقى ما تقدم ابقى اديها لك. انت قصدك يعني تقدم اكتر من كده. اسمعني بقى يا دولة، احنا ولاد عم. ها؟ ما تفكرنيش كل شويه، ما تفكرنيش، ما تبوظش السياحه في مصر لو سمحت. ما هو ما انا ابن عمك من زمان يا عادل. ماشي فكرني وضايقنا اكتر. ضايقني خلاص. ابن العم ده يعني مش ليه عند ابن العم التاني اللي هو مش انت ثلاث حاجات؟ يا سلام. ابن العم ليه ثلاث حاجات؟ طب ايه هم؟ اول حاجه النصيحه. ماشي، ايه الحاجتين التانيين؟ مش فاكرهم. ما يعني انت ايه هتعمل ايه؟ تديني نصيحه؟ ايوه عادي. هتنصحني يا ابني؟ مش انا ابن عمك. ماشي انصحني انصحني يا سيدي، نشوف اخرتها. بص يا عادل، ايه ده نصيحه بايدين وكتاف وكده؟ مش عايزها. خلاص خلاص انصحني من بعيد اهو. اتفضل. ياسمين بنتك مش هتتاثر بالموضوع ده؟ هي دي نصيحه؟ ده سؤال يا ابني. ما هو تقريبا اسئله. انت ليك ثلاث اسئله. ثلاث اسئله لابن العم. طب ماشي ياسمين بنتي مش هتتأثر. ها السؤال التاني. ياسمين بقى بنت رانيا مش هتتأثر بالموضوع ده؟ على أساس إنها مش بنتي يعني. لا برضو مش هتتأثر. طيب ياسمين بقى بنتوكوا انتوا الاتنين مش هتتأثر بالموضوع ده؟ يا ابني ياسمين ما بتتأثرش خالص. غير انت في أسئلة تانية غير كده؟ قول لي بقى يا ابن عمي هتنفذ امتى؟ بكرة إن شاء الله. ومعزوم طبعا. طبعا. عيب يا ابني، ده انت ابن عمي. الله يحرقك. اول حاجه ساقعه هتطلع منها ها من نصيب ياسمين. ياسمين مين؟ ماشي يا عادل ماشي. انا رانيا بنت مجيده. دكتوره مجيده. بنت انا نازلي تعمل فيها كده ليه؟ مش كفايه مستحملاك انت وامك واختك وطول اليوم واقفه في المطبخ بطبخ لك؟ عشان عبيطه يا ماما عبيطه. انا قلت لك 100,000 مرة انك ما تجيبيش غير اكل جاهز. وعلى العموم ما تقلقيش، انا هعرف اخد لك حق كويس قوي من الجربوع اللي اسمه عادل ده. ماشي عادل ماشي. خليكي زي ماما يا حبيبتي. يا جماعة ازيكم؟ تعالي يا حبيبتي تعالي شوفي خيبة اختك. في يا ماما بقى اي حد خارج وداخل هتفضحينا قدامه بقى. لا الحمد لله انا اتغديت برا خلاص. مش عادل هيتجوز على اختك؟ سبحان الله. وليه واحده تانية ترضى بيه؟ وبيضه وكمان بيضه. والله واتظبطوا. مين ده اللي انتوا عمالين تقولوا هيتجوز هيتجوز ده؟ اخوكي اخوكي عايز يتجوز عليا. اخويا انا عايز يتجوز عليك انت يا رانيا؟ مين الحيوان اللي قال كده؟ انا سمعته امبارح بالليل بودناتي دول وهو بيكلم واحد وعمال بيتفق انه لو عجبته هيدفع مهرها على طول. طيب يا جماعه مستعجلين ليه؟ بيقول لو عجبته ما يمكن ما تعجبوش. هو السؤال اللي محيرني هنا، مين السوسه اللي شرع عليه الشوره المهببه دي؟ انا ده انا متعاطفه معاكي جدا، ده انا مريت بكل اللي انت مريتي بيه دوت. لا يا رانيا ما تقوليش عليا كده خص عليكي، ده انت ست وانا ست
ونحن السابقون. كانت بيضة يا سناء. كانت بيضة يا رانيا، ما تفكرنيش. بس بما اني مخضرمة في الحالات اللي زي دي فأنا عندي الحل. ايه؟ حقنة ايبيمول في العضل بتجيب نتيجة هايلة جدا وبتهدي، صدقيني. ايه في ايه؟ لا لا ما تبقيش عبيطة، الست دي عارفة كل حاجة من زمان يوم بس مطنشة. أنا عارفة كل حاجة؟ معقول يا مجيدة؟ دي رانيا حبيبتي وبنت حبيبتي، ده لو لف الدنيا كلها مش هيلاقي زيها في ظرفها وأخلاقها. هي حقنة العضل اسمها إيه يا سناء؟ إيبيمول يا ماما. لا أنا هسيب البيت وأمشي، انا هاخد بنتي واسيب البيت وامشي. بقولك ايه، هي حقنه الايبيمول اسمها ايه؟ قلنا ايبيمول بقى. انت يا عبيطه، انت تعالي هنا، هتروحي فين؟ همشي حرمي نفسي في الشوارع مع كلاب السكك. جامي يا حبيبتي جامي، ده انت تقعدي هنا وتحطي رجلناتك دي على راساتهم كلها عشان دي شقتك وده عفشك. ايوه كده، بني على حقيقتك يا مجيدة، عاملة كل الفيلم العربي ده كله عشان تحط ايدك على شقة اخويا. يا حبيبتي انا بقولك ان انا سمعته بوداناتي دول. اهو وداناتك دول اللي جايبينك ورا يا مجيدة، مش عايزة تبطلي ده التسلط اللي فيكي، مش عايزة تبطلي الداء ده. ولعلمك بقى انا مش مصدقة وداناتك. بقى عايزة تخربي بيت بنتك عشان خاطر حتة شقة. مامي انت عايزة تخربي بيتي عشان خاطر حتة شقة؟ شفوت وعايزة تقتلي ماما. حبيبتي انا بقولك انا سمعت والله بودانات. طب افرضي سمعتي غلط. لا 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 جامي جامي. ماما ليه مسلكيني اللي في البيت؟ هيبقى حملك الوحيد. ايه ده؟ في ايه؟ صوتكوا جايب لاخر الشارع، انتوا مش هتبطلوا خناقات مع بعض ابدا؟ مين اكل اكل مين؟ مين شرب شرب مين؟ مين نام مكان مين؟ بطلوا دي تفاهات والله يا جماعه، تفاهات، انتوا عيله عيب. اهو البيت شرف يا سليبه، انت بنفسك. عادل ماما سمعتك امبارح، بيضة يا عادل بيضة. ما بيتبلش بقك حاجة. قلت لها مش انا متفق معاك ان ده سر وعاملها لها مفاجأة كده يا عادل؟ طب طلقني بقى، طلقني. يا سلام، اطلقك عشان بيضة؟ عادل انت بجد بجد عايز تعمل ده؟ بجد بجد يا ابني انتهبل. هو انت اساسا معاك فلوس عشان تروح تهلس بيها؟ اهلس ايه بس؟ اهلس ايه؟ ده الحق عليا ان انا عايز اريحها واريحكوا. في النهايه تقولي لي طلقني، انا اللي غلطان. انا اللي غلطان فعلا. مفروض بقى ما يكون معايا فلوس بعد كده احطها في جيبي، ما فكرش ابدا اجيب بيها هديه. هديه؟ انت بتسمي اللي بتعمله ده هديه يا عادل؟ طبعا هديه. او كانت هديه. بس انا اللي غلطان. خلاص يا جماعه اهو الراجل اعترف من نفسه ان هو غلطان. هتعلقوا له حبل مشنقه بقى؟ غلطان في ايه؟ عادل عديها غلطان، عديها، الكلام ده ما فيهوش رايح جاي. بس انا ما غلطتش. عادل هو اللي انت هتجيبها دي عندها شقه؟ الحمد لله كويس عشان ما نبقاش كلنا هنا، شويه هنا وشويه هناك. يا ماما عادل طلعني بقول لك من غير شوشره. ايوه بدل بقى ما ناخدك كعب داير كده ووديك اقسامات وبوليسات بقى ومحكمانات بقى. بصي والنبي استني انت، انا ما بفهمش كلامك. محكمانات ايه؟ محكمه جمعها محكمانات؟ استني انت والنبي. يا رانيا رانيا، وبعدين عايزين اطلقك فعلا؟ انا تتجوز عليا عادل؟ اتجوز عليكي وكمان واحده بيضه؟ بيضه. انت خرجت من نص المكالمه بقى. ايوه يا استاذ، وفهمت كل حاجه. فهمت كل حاجه يا نصحه؟ طبعا. وطبعا رحت قلت لرانيا، ورانيا قالت لسناء، وقالت لماما، وقلت لرمزي. رمزي اللي ما بيفهمش حاجه تقول له حاجه زي كده. سمعنا كده بقى ان المفاجاه بتاعتي لسه موجوده ما باظتش. مفاجاه ايه يا عادل؟ تعرف ان انا زعلانه منك قوي؟ الست الغلبانه دي وبنتها هيروحوا فين؟ مين ده اللي هيروح فين؟ احنا هنروحش في حته، احنا هنقعد في بيتنا في شقتنا دي، انتوا اللي تترموا في الشارع. خلاص يا جماعه خلاص، مفيش حد هيترمي في الشوارع ولا حاجه. استنوا بس لما تشوفوها ان شاء الله هتعجبكم. يا
يا امي يا امي انا حاسه اني هقتلك. استني وانت مسكاني عشان تقتلني في ايه؟ تقتليني عشان ايه يا رانيا؟ يا رانيا اهدي كده وبس بالراحه، انا هكلم الحاج واخليه يبعتها، لو ما عجبكوش خلاص يبقى عندكم حق ارجعها. انت كمان عايز توريها لي؟ ده ايه البجاحه دي يا ربي؟ ايه البجاحه دي؟ انتوا هتخسروا ايه بس؟ اصبروا اصبروا ساعه زمن اكلم الحاج يبعتها، لو ما عجبكوش يبقى عندكم حق فعلا، خلاص؟ خلاص يا رانيا، الراجل ما غلطش، بيقول لك يمكن تعجبك، مش يمكن ما تعجبكوش. هو اسمه عادل؟ انت متأكد انه هيشيل الكمية كلها؟ اه بس انا في المحل ومفيش حد موجود. رمزي؟ رمزي مين؟ اتجنبه. اه غبي ومش هينفع اتفق معاه. طيب نقعت ورق البرد كله في الميه عشان ينضف في باص كله. حضرتك الاستاذ رمزي؟ ايه ايه ده، انا مشهور قوي للدرجه دي ولا ايه؟ امال الاستاذ عادل مش موجود؟ لا الاستاذ ايه، عادل مش موجود، انا موجود. رمزي تحت امرك. اصل انا كنت عايزاه في موضوع خاص. ومين خاص ده؟ انت حضرتك زي ما بيقولوا عنك بالظبط. لا والله ده الناس بس اللي بتبالغ، دي حاجات بسيطة كده. المهم انا جاية من عند الحاج. الحاج؟ الله الله يا نمس يا دولة، والله وعرفت تختار. ايه ده، هو في ايه؟ هو حضرتك ببابين ازاي؟ ايه ما خلاص ما تزعليش قوي كده. ايه طب ممكن اقابل الاستاذ عادل؟ يا ماما ايه اللي الاستاذ عادل ده، احنا خلاص بقينا اهل، خلاص هو دلوقتي في البيت، ممكن نروح له سوا. طب حضرتك عارف الطريق ولا هتوهنا؟ لا ما تقلقيش انا معلمه، بس انا عندي استفسار رفيع، يعني هو حضرتك بتسقعي ازاي؟ اي حاج ها ايه الاخبار، وصلت تحت البيت؟ طب كويس قوي، اطلع على طول، يلا سلام سلام. يلا يا بنتي يلا يا حبيبتي يلا يلا نمشي ونقعد بالبيت ده. خير ياسمين، لو سمحتي انزلي سبقيني على تحت. ايه يا رن، سبقك على تحت فين؟ وانت رايحه فين بلبس الجيش اللي انت لابساه ده؟ من فضلك ما تقوليش اي كلمه. طيب يعني هتمشي كده من غير ما تطبخي لنا حاجه، هنفضل مقضيينها جبن؟ ما انت عارفه انا وماما وسناء ما ملناش دعوه بالطبخ خالص. ياسمين انا بعتذر لك، انا اسفه جدا، انت عارفه اكتر حاجه عملتها غلط في حياتي ايه؟ ان انا اخترت لك اب زي ده. وماله الاب ده، ما شغال اهو. هيا هيا يلا ياسمين، هو ده. يلا يا رانيا خشي جوه، وانا اول ما تيجي العروسه ماشي انا وسناء وماما اللي هنمشي. نهار ابيض، ابنك شرير يا ماما، بصي بيضحك ازاي، والقلب بيقولوا عليا انا المفتريه. معلش يا جماعه معلش، بجد انا مش قادر امسك نفسي من الضحك، خلاص ضحكنا كتير وهزرنا كتير، نتكلم جد بقى. رانيا انت فاهمه الموضوع غلط تماما، بجد انا واثق ان انت لو شفتيها هتحبيها. تعرف بقى ان انا ممكن ادخل المطبخ دلوقتي اجيب لها سكينه تحز بيها رقبتك تسيح دمك، عشان دي سفاله يا عادل. سفاله يا عادل؟ ومين اللي بيتكلم؟ انت يا سناء. اصبري بقى اصبري، لان خلاص يا جماعه الحق ظهر وبان. الفتره اللي فاتت انتوا كنتوا ظالميني، بس الحمد لله خلاص العروسه وصلت لغايه الباب. بجد بجد يا جماعه هتعرفوا ان انتوا كنتوا ظالميني. روحي يا بنتي تعالي نشوف العروسه بتاعتي دي. يا دوله يا دوله. في حاجه غلط حصلت، بس يعني مش عارف ايه. دوله يا دوله ايه ده، ايه اللي جابك؟ عايز ايه يا رمزي؟ جبت لك الحاجه اللي عند الحاج مرعي. يا عم الحاج مرعي بعت الحاجه معاك؟ ايوه. طب دخلها بسرعه. الله ده انت جريء جرأنا. ايه الملأ؟ ملأ؟ انت عارف يعني ايه الملأ دي؟ ايوه يعني الشقه. الملأ يعني الشقة؟ الصالة؟ روح هاتها روح هاتها وخلاص. على فكرة يا جماعة دي هتعجبكم جدا جدا دي كده. ادي يا جماعة العروسة اللي انتوا كنتوا مستنيينها طول الوقت. دي العروسة اللي انتوا طول الوقت فاكرين ايه وبتتكلموا في ايه. انا تعب نفسي وشاغل نفسي طول الوقت وعمال احوش لمدة 6 شهور عشان اجيبها تريحك وتريحكوا كلكوا، وده يبقى جزاتي. تفتكروا ايه يعني؟ تفتكروا ايه؟ هذه العروسه اللي انتوا قلقانين منها على طول، وايه؟ ببابين وبتسقع في ثانيه.
ومليانة دراج دراج دراج. ايه ده؟ انت مين؟ مين دي؟ مين دي؟ بقول لك ايه؟ انا شفت الويل مع رانتي ده لحد ما جابني هنا، يلا بقى خلصني انا زهقت. انا زهقت ايه؟ مين دي؟ يعجبك ده؟ لا انا صراحه مش ده المقاس اللي يعني، بس يعني وانتوا الكاميرا الخفيه؟ طب وحاطين فين الكاميرات؟ خلاص زيعوا زيعوا، عايزين زيعوا عايزيننا زيعوا 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 زيعوا. مين دي؟ والله ما اعرف والله ما اعرف. صدق يا عادل، ابوك كان واطي وندل وجبان واتجوز عليا 3 مرات، بس عمره ما عمل عامله زي دي. عملت ايه بس يا ماما؟ والله انا كنت بتكلم عن ثلاجه، انا كنت شاري لكم ثلاجه. يمكن بدلوها يا عادل وهم بيشحنوها. اتبدلت؟ ممكن والله، ما بقاش في عند الناس ضمير خالص يا ابن عمي. اه والله ممكن صح، ما هو الواحد ساعات يبقى شاري ثلاجه يبعت له غساله. بصوا انا هسالها قدامكم عشان تعرفوا ان انا ماليش دعوه. لو سمحتي حضرتك شفتيني او تعرفيني قبل كده؟ اه طبعا. اهو 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 اهو. ايه انت بتقول ايه؟ السجدة اسمعي يا بنتي، يلا نمشي من هنا بسرعه. استني بس يا مامي، من فضلك لو سمحتي، انت في علاقه بينك وبين عادل جوزي؟ ابدا ما فيش اي علاقه، انا جايه عشان ابيع له الحاجات دي، بس تقريبا انا جيت في وقت غير مناسب. ده انت جيتي في الجون. اتفضل سلم الثلاجه اصل عندي. يا سلام، اهي العروسه اهي. مش مقاسي؟ فيها. الاقي عندك يا اختي كده حته واحده؟ عندي. لا لا لا، الالوان بلديون خالص. ما عندكيش جنجا؟ انا مقاسي 40، عايزه كده بدله من فوق جنجا ومن تحت تبقى لونها ازرق. في عندي اهو. طب دوري كده. عادل انا اسفه، معلش سامحني غصب عني. خلاص انا مسامحك، بس هي صراحه يعني كانت لبساني لبساني. بس عارف يا عادل، انا اول ما شفت البنت قلت اكيد في حاجه غلط. يا سلام، ليه بقى؟ اصلا يا حبيبي مش ممكن واحده زي دي. بتخم بتخم. ايه شغلك يا عمك؟ يعني في مقام خالك يعني اخمك صح. 174-0. بعدين في الملل اللي احنا فيه ده بقى مفيش شغل خالص. يلا رمزي دولا، تحب اروح اجيب طاوله من القهوه نقعد نتسلى فيها؟ لا 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 لا، الطاوله ما بتنميش الذكاء. طب نلعب ايه طيب يا دولا؟ نلعب اي لعبه ممكن تنملنا الذكاء بتاعنا يعني. زي ايه كده يا دولا قول لي؟ يعني مثلا عندك التمثالين دول ماشي؟ تعرف تطلع لي بينهم 5 فروق؟ لا يا دولا، انا ما بحبش افرق بين التماثيل في المعامله. اذا كنت انت ما فهمتش اللعبه اصلا هلعبك ازاي؟ انا اقصد بص، اختلاف بين التمثالين يعني ده في لون مش موجود في التاني، يعني مثلا ده في حاجه مش موجود كده يعني. انا هقول لك يا دولا، انت تحس يعني ان التمثال ده طيب شويه عن التمثال ده. تبص ده تحس ان في لقم. وانا بقول لك حلله نفسيا، علم جديد اخترعته احنا قاعدين. في ملاحظه تانية يا دولا انا كنت ملاحظها من زمان بس مش عايز اقول يعني. قول يا مخضرم قول. التمثال ده واقف حال التمثال ده، يعني مش مخليه راضي يتباع، باصص له في لقمه عيش. لا ده في ملحوظه باينه قوي بقى. لا رمزي ايه؟ التمثال ده واقف حال البني ادم ده، مخليه مش عارف يبيع ولا تمثال من البازار. انا غلطان، انا غلطان ان انا بتكلم مع واحد زيك. الفراغ يخرب بيت الفراغ اللي خلانا اعبرك. بص انا ايه اللي قعدني هنا؟ انا قاعد في بيتنا احسن ما دام كده كده مفيش شغل. طب والشغل دول ايه؟ الشغل ايه؟ شغل ايه؟ خليك انت قاعد في الشغل، احنا بنصرف يا ابني ما بيجيلناش فلوس. طب دول اروح بقى معاك البيت يعني انا زهقت. وتسيب التمثالين دول؟ انت مش بتقول ده قاطع عيش ده؟ خليك معاهم يا ابني. صح. سلام. سلام يا دول. سيبه بقى سيبه بقى ياكل عيشه. في البيت قطعت عيش الاتنين؟ كسرت عيشهم يانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا عادل؟ ايه اللي جابك بدري النهارده؟ اللي جابني بدري النهارده هو اللي جابني بدري امبارح. ايه يا بيبي، عايز تخش الحمام؟
حمام ايه؟ ما انا عندي حمام في البازار، مفيش شغل من الصبح لغايه بالليل، مفيش اي شغل. ما انا قلت لك يا عادل 500 مره اعمل تنوع اقليمي في التماثيل يا بيبي، يعني لازم الزبون يدخل يلاقي فرايتي قدامه. انا مش قادره افهم، ما تسيبك بقى من الشغلانه اللي مش جايبه تمنها دي، ويوم يشتغل المحل وعشرين الف مره ما اشتغلش. معقوله يا حماتي عايزانا اغير شغلتي يعني بعد ما بقيت اشهر بازارجي في جمهوريه مصر العربيه؟ انا بيجي لي حضرتك انت عارفه بيجي لي زبائن من الاسكيمو مخصوص عشان ايه ماما ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ بقى ابيع عادل اللي قاعد في مكتبه على سل ورمح، عايزاه يغير نشاطه. ايوه طبعا، ولعلمك بقى قاعده متعبه جدا، الكرسي اللي انا بقعد عليه ده مزعج. انت لا تغير نشاطك ولا حاجه، انت خليك مستمر في النجاح اللي انت فيه ده. واحنا خلينا مستمرين في الشحاته اللي احنا فيها دي. طب بص انا عندي فكره تانية، انت ممكن تعمل نشاط تاني جنب التماثيل اللي موجود. نشاط تاني يعني فلوس تاني يعني راس مال كبير جدا، وبعدين لسه هنبتدي من اول وجديد ونروح ندور بقى على عمال اغبياء تانيه غير رمزي؟ معقوله يعني؟ من الناحيه دي اطمن، انا عندي فكره مشروع مش محتاجه اي حاجه ومكسبه مضمون 100%. لا طب ما تنطقي يا حبيبتي بدل فوازير رمضان اللي انت عماله بتقوليها دي، قولي ايه؟ مكان التصوير. تصوير؟ هنقعد نصور في الناس ويبقى عندنا معمل واحماض، والاحماض تقع في الارض واوضه حمراء، ولو ولعنا النور الصور تتحرق. لا 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 لا، ونقعد كلنا على نفس الكنبه ونتصور ونعمل صوره للاسره المعمره. انا ما بحبش اتصور، انا شكلي في الحقيقه بيطلع احسن. ايه ده يا جماعه؟ انا اقصد مكان التصوير وورق. مكان التصوير ورق؟ والناس اللي عايزه بقى تصور ورق ولا مستندات هيعرفوا ان في البازار ده مكان التصوير ورق؟ هنعمل اعلان وهنكتب عليه لدينا مكان التصوير ورق، ده غير علاقاتي، انا اضمن لك ان كل المدرسه هتيجي تصور عندنا. طيب هو مشروع زي كده يعني يكلف كام؟ لا انت مالكش دعوه بالتكلفه، انا هديك اجره ارضيه كل اول شهر، او لو تحب باليوميه انا ما عنديش مشاكل. لا لا لا، اجره ارضيه ايه؟ والارضيه دي اللي بينام عليها رمزي، انا نايم رمزي فين يعني مهما كان ابن عمي. وناويه بقى ترمي له كام كل اول شهر؟ 300 جنيه. ايه 300 جنيه؟ امال انت هتكسبي كام اصلا؟ لا ما بحبش لقمه العيش المنظوره، انت هتاخد اجرتك وتطلع من دماغي. انا استحاله وافق. بابا انا عايزه مصروفي بقى، انا بقالي اسبوع ما خدتهوش. مصروف؟ طيب ماشي موافق، بس اديني عربون الاول. ده انا حتى يا بابا مش بشتري حاجه من الكانتين، وبقعد على جنب الوعدي واصحابي بيسموني ياسمين بنت الفقراء. كويس قوي انكم حطيتوا المكنه هنا عشان الطوابير كمان شويه هتبقى قد كده. طوابير؟ انت متفائله قوي، انت فاكره انك هتشتغلي بجد ولا ايه؟ يا ريت كل واحد فينا يركز في اكل عيشه وملوش دعوه بالتاني، وكل اللي ليك عندي انك هتاخد اجرتك كل اول شهر وخلاص. دولا بقول لك ايه، هي المكنه دي بتاعت ايه بالظبط يعني؟ احنا خلاص يعني هنقلب البازار ده مشغل رز؟ رز؟ رز ايه؟ رز ايه؟ بص ابعد عني بموزك ده عشان ما تفقرناش زياده، ما احنا فقرانين. يا دولا ما انا لازم افهم يا دولا عشان اريحك واريح المكنه واروح اجيب رز متنقي جاهز. رز ايه يا ابني؟ انت تكذب الكذبه وتصدقها. طيب يا دولا المكنه دي هنسقط لها الرز ده فين؟ ولا بس بقى ابعد عن المكنه دي خالص. بص ممكن تعلق اليافطه دي بره على باب البازار؟ يافطه ايه؟ لا احنا اتفقنا على يافطه واحده، وريني يافطه واحده. ما تنفعش، لازم كذا يافطه عشان اجذب الزبون وكل زبون يجي يخش على يافطته. يافطته ايه؟ الزئبق في الفيزياء، البليخ في العربي، الله يرحمك عم بليخ، المدقرم في الحساب، الديناصور في الاحياء، الصايع في الجبر والحساب. الصايغ؟ اسمه الصايغ. صايغ صايع مش مهم، يا ملزمه هبله وخلاص. وانت بقى يا فالحه جبت الملازم دي منين؟ ملازم ايه يا ام ملازم وانت فالحه اصلا؟ يا ابي عادل شغل دماغك شويه، هي الملازم اللي بتتباع بره، بس انا جبتها وغيرت اسمها، وفي موسم الامتحانات اي طالب بيبقى عايز اي ملزمتين يخبطهم عشان يدخل الامتحان وينجح. نوجا يعني انا لو خدت منك ملازم يعني ممكن انجح؟ ممكن تنجح ايه بس؟ انا مش فاهم. ملازم اللي انت عايز عندك انت بقى ملزمه الفاشل في البازار او الموكوس في الهبل؟ انا عندي كل حاجه، بس لو سمحت انت علق اليوفط بره على باب البازار على بال ما اصور لك الملزمتين. عينيا هوا. ضحكت انت على رمز بالكلمتين دول، بس ما تفتكريش نفسك عبقريه يعني، دي اي معزه معديه في الشارع ممكن تلحق عليه.
المهم بقى الشعب اللي هيجي يصور ده، شعبنا ده مش اي كلام، ده فاهم وواعي وما ينفعش يضحك عليه. ومين قالك ان انا هضحك على حد؟ اللي هيجي يطلب مني حاجة هديها له. يا سلام، وفي حد هيجي اصلا؟ يا جماعة حد الحنه ملزمة البليغ في العرب، عايز الحق اذاكر اي حاجة. حاضر حاضر انا هجيبها لك دلوقتي. وانت مش عايز ملزمة الصايغ؟ لسه بدري على الامتحان، احنا فين والاسبوع اللي جاي فين؟ اه فعلا على رأيك احنا فين والاسبوع اللي جاي ده على طول فين صح؟ بس انا رأيي ان انت تاخدها من دلوقتي وتخليها عندك عشان ما تتزنقش زي صاحبك كده، وبعدين خلي بالك دي هتشح وبعد كده هتبقى بالحجز. انا لسه اصلا ما قررتش اروح الامتحان ولا لا. وانت يا عم ايه اللي يوديك الامتحان يا عم؟ خلي بابا يجيب لك الامتحان لغاية البيت، ده سهل قوي يعني. انت لو خدت الملزمة بتاعتي هتخش الامتحان وانت مرتاح على الاخر. معروف طبعا دخول الامتحان مش زي خروجه. طب اوكي هاتيها. طيب حضروا الفلوس بتاعتكوا على بال ما احضر لكم الملازم. قسما عظما يا تلميذ انت وهو، اللي ما هيقف في الطابور لاكون عطل. اقف ياد هنا، اولى ثانوي هنا وثانيه ثانوي ايوه ورا كده شويه، اقفوا واعداديه جولنا بكره. ايه يعني الملازم هتطير ولا ايه؟ وبعدين انتوا لازما يعني تيجوا تاخدوا الملازم قبل الامتحانات، ما تيجوا براحتكم بعد الامتحانات وتاخدوها. ولا رمزي ايوه عايز ايه؟ روح هات لي كوبايه الشاي اللي قلت لك عليها. بقى يعني عايزني اسيب اكل عيشي واروح اجيب لك شاي؟ اكل عيشك يا ما انا هدفع لك يا عم. تدفع لي ايه يا عم؟ ده انا اكتشفت ان انا اللي كنت بدفع لك. بلا ست بلا هانم دي بتدفع لي قد اللي انت كنت بتخصمه مني 4 مرات. يا سلام، وفخور قوي. مش مكسوف من نفسك كده يالا وانت شغال مع عيله صغيره؟ ما بتكسفش يا عادل. يا عادل اسمع كلامي بقى وسيبك من التكبر اللي في دماغك ده، وسيبك من الكلام الفارغ والشغل الفارغ اللي هو التماثيل والبزار. يا عم انا هعلمك الصنعه. صنعت ايه يا ابو صالح؟ صنعت ايه؟ ده انت ماسك العصايه وماشي ورا الناس كانك ماشي بتلم معيز، عامل زي اخون الجنينه. يا رمزي يا رمزي، مش قلت لك تعالى تظبط الصف اللي ورا ده؟ حاضر يا ست الكل. ست الكل؟ اه يا كلب السرايا. روح ظبط ظبط ظبط. ماشي ماشي. السلام عليكم. ازيك يا ماما؟ عليكم السلام. الحمد لله على السلامه يا عدول. الله يسلمك. طلبات البيت كلها اهي. دي كلها طلبات البيت محطوطه في الكيس ده اهو. اهو طبعا. يا ما في الجراب يا حاوي. انا جايب لكم كل اللي انتوا عايزينه. جايب لكم يا ستي 1/4 كيلو طماطم، وجايب لكم 1/4 كيلو خيار عشان السلطه، وجايب لكم 1/4 فرخه دي بقى يا ماما تعمل لنا عليها شوربه نشربها كلنا، وجايب لكم 1/4 كيلو تفاح. هي بس وزن التفاحيه واحده بس، مش اشكال، ممكن نقسمها يعني علينا كلنا. وانا حاسس يا ماما بجد يعني الراجل نصب عليا في الميزان، بس مش اشكال، عادي عادي عادي. ويا ترى بقى واخد بالك من نجله في شغلها ولا لا؟ يعني مريحها كده ومدلعها؟ طبعا لعلمك يعني انا بفيد نجله طول الوقت يعني بخبرتي وممارستي، فطول الوقت بقعد ارشدها واقول لها على حاجات. كفايه ان انا معين لها رمزي يفيدها بغباوته طبعا. ربنا يحرسك يا حبيبي، راجل بيت جوه وبره. يا ماما لازم طبعا الواحد ياخد باله من ايه بيته. هاي يا جماعه ازيكم، وحشتوني موت. تعالى يا رمزي حط الحاجات دي هنا. حاضر يا ست الكل. السلام عليكم. ازيك يا عادل؟ انا حسيت ان البيت فاضي فقلت لازم املاه. طبعا. ايه ده كله؟ جبت لنا ايه يا حبيبتي؟ جبت لكم حاجات كتير قوي. جبت لكم 6 كيلو تفاح امريكاني، و6 كيلو خوخ، و6 كيلو خيار، و6 كيلو طماطم، و6 كيلو. ايه الستات؟ ايه الستات دي كلها؟ كفايه يا ستات. انا هشيل الكيس بتاعي من وسط الستات اللي حبيبتي دي، عشان ما ينفعش يعني في حاجات بتسرق كمان. جبت لكم بقى ايه؟ 3 كيلو جمبري علشان نتعشى بيه. واو. تعيش وتجيب لنا يا ست الكل. ماشي يا كلب السرايا ماشي. ماما ما تنسيش تبقي تحط الحاجات اللي انا جايبها دي في الثلاجه عشان ما تبص. بالنسبه للفراخ اللي انا جايبها يا ريت تعملي لنا بقى عليها شوربه يعني عشان اشرب شوربه قبل ما انام. نو جامي، انا هتعشى جامبو. جامبو؟ ايه نويتي تطيري خلاص يا حماتي؟
وانت يا جزمه مش تروح انت دلوقتي عشان تنام بدري عشان تصحى بدري عشان الشغل، ولا انت بس شاطر تشتغل شيال للست؟ ايوه ست، بس هي ست بقى فلوسها بميت راجل. بص يا دوله، هي قالت لي بكره رمزي احنا هنبتدي متاخر عشان العيال بتوع الملازم دولت هيصحوا متاخر. ملازم متاخر ايه؟ طب وشغل انا؟ شغل انا ابو بلاش ده؟ لا ما خلاص بقى، بص اعتبرني يا دوله قدمت مستقلتي. ولا اطلع بره بيتي يا كلب، اطلع بره بيتي. بعد اذنك يا ست الكل. استاذن منها. بابا اهلا ياسمين يا حبيبتي، انت الباقيالي يا ياسمين. عايزه ايه يا حبيبتي؟ عايزه المصروف بتاعي قبل ما انام. بابا وفلوس بابا تحت امرك يا ياسمين يا حبيبتي، خدي ادي ربع جنيه، روحي بقى اشتري كل اللي انت عايزاه. ربع جنيه؟ ده قبل نجلاء بتديني 5 جنيه. خد خليها علشانك. ولا نجلاء ولا نجلاء، عايزه المصروف بتاعي. عادل انت هتنام؟ مش هتتعشى معانا؟ لا يا ماما استنى، ماليش نفسي عن النهارده، فهخش انام كده. هو يعني ده انا هعمل لك الجمبري بايديا، ده انت ما دقتوش من ايام ما كنت في اسكندريه في الابتدائيه. حاسب وسعه يا جدعان، وسعه يا اخوانا. زبون جاي لي. ويلكم. وير ار يو؟ من زمان. لوك بقى، احنا عندنا هنا ستاتيوز سمول اند بيج، عندنا البومز فور فوتو، ها اني ثينج يو وونت يعني. شكرا، انا عايز اصور باسبور. صور باسبور. اقف بقى في الصف يا خواجه، بدل ما انا اسوعك بزيز عصايه. اقف اقف. هي نسخه واحده ويمشي على طول. والله يا ست الكل بتكسفيني، يعني عشان خاطرك انا بحب النظام. هو ايه الورق اللي هنا اللي مرمي ده على الارض؟ ازاي ترموا الورق كده على الارض؟ ايه يعني مش عايزنا يعني نشتغل، ولا عايزين نقعد يعني جنبك؟ لكن ما تسيبوش الورق كده مرمي على الارض، احنا ما اتفقناش على كده. خلاص يا رمزي شيل الورق عشان الارض تبقى نظيفه. حاضر يا ست الكل. كلب السرايا. بص الصراحه يعني انا متضايق من اللي حاصل ده، انا ما اتفقتش معاكي على كده من الاول خالص يا نجلاء. قول لي يا ابي عادل، انت عاوزني اعمل ايه وانا هعمله لك. ايوه يعني انت اتعديتي المساحه المخصصه اللي احنا اتفقنا عليها. اعمل ايه؟ ما انت ما شاء الله شايف الزباين قد كده، هقول لهم ما يدخلوش. لا يعني بس كمان المكنه اللي انت بتصوري بيها دي بتستهلك كهربا كتير جدا، وبعدين انتوا طول اليوم بتصوروا على طول شغاله. الله اكبر. يعني ايه يعني اعمل ايه؟ خلاص فاتوره الكهرباء انا اللي هدفعها. طب والميه؟ ميه دي الميه. ها يعني؟ عايزك بقى تعلي الاجره اللي احنا اتفقنا عليها، يبقى 30 جنيه في اليوم. اوكي انا موافق. لا ما كانش قصدي 30، انا غلطت وانا بنطقها، انا كان قصدي 50 جنيه في اليوم. حس كده بقى، يبقى نتكلم في الموضوع ده لما نروح البيت قصاد الناس كلهم كده عشان يعرفوا يحكموا، ويعرفوا بقى مين فينا اللي غير كلامه. يا رجل انا كنت بهزر معاكي، معقوله يعني هاخد منك حاجه زياده؟ بالعكس ده انا كنت هاخدهم احوشهم عشان لما تتجوزي ان شاء الله يبقى معاكي مبلغ يعني. ربنا يخليك ليا يا ابي عادل. وعموما يعني دي العشرة جنيه بتاعت النهاردة. مرضي؟ مرضي يا ست الكل. رب ولا تصور يلا وانت ساكن. انت زفت يا بدوي. ايوه جاي. امورنا يا رمزي باشا. فين الشيشه التفاح بتاعتي؟ وفين الكوكتيل؟ انا مش قايل لك السحله بيخلص تنزل بكوكتيل على طول. بس كده عنايه. وعندك بقى كوكتيل مع شيشه نظيفه بلا قطيفه. بقول لك يا استاذ عادل، ما ينفعش كده، قاعد من صباحه ربنا وشغل لنا القهوه وما شربتش الا واحد شاي بس. هفكر وبعدين بقول لك، اتكل على الله. تأمرني باي خدمه يا رمزي باشا؟ ايوه بقول لك، نزل الاستاذ اللي قاعد هناك دون كوكتيل فواكه على حسابي، بس واحد بس يا بدوي عشان ما يقعدش يطلب، ده طفس انا عارف. بس كده انا يا رمزي باشا، وخليهم اتنين كوكتيل مع شيشه نظيفه بلا قطيفه. اصيل يا رمزي اصيل. كلب السرايا. رمزي شكرا على الكوكتيل يعني. انت فين يا رمزي؟ وحشتني والله يعني، ما بنقعدش مع بعض.
وحشتك؟ طب ما انا كنت معاك النهارده الصبح في البازار، ما وحشتكش ليه هناك يعني؟ بدل الاضطهاد والقهر اللي انت قهرهولي. يلا اضطهاد ايه يلا انت عبيط؟ اضطهاد ايه ده؟ انا بحبك يلا، ده انت ابن عمي يلا، ده انا بهزر معاك. ايه ده؟ يعني انت كنت بتهزر يا دولة؟ طبعا يلا بهزر معاك طول الوقت من اول ما عرفتك يا رمزي، حتى وانا بزعق لك وانا بشتمك وانا بهزقك وانا بضربك وبجلدك، كل ده كان هزار يلا. يخرب بيتك، انت فاكر ده جد؟ اه يا دولة والله تخيلش. لا يلا هزار يعني، بص اهو بهزر. يلا بتفكروا بجد يا دولة؟ لا هزار يلا. المهم البت نجلاء اخبارها ايه؟ اه يا دولة دي ست عظيمة يعني، بميت راجل الست دي. ست ايه يا ابني؟ ست ايه؟ دي بنت صغيرة عندها 16 سنة يعني، ما علينا يعني. المهم بتديك أجر كل شهر ولا ايه الحكاية؟ لا يا دولة هي بتديني باليومية. باليومية؟ يا سلام، شوف ازاي عيلة صغيرة بس لفك على صباع رجلها يا معلم. ايه يا دولة في ايه؟ انت كده غوغشتني يا دولة. ما في. وبتديك كام بقى يومية على كده؟ 25 جنيه. 25 جنيه؟ طب ما مش عامله لك بقى اي مثلا حاجات تانية يعني، اكلك شربك كسوتك في العيد الصغير العيد الكبير عيد الفلاح عيد العمال، كم الاعياد اللي عندنا؟ عيد تحرير سينا بتجيب لك كسوه؟ لا يا دولة. ده اللي كنت خايف منه. بس 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 انت وقعت يا معلم، وهتعمل ايه بقى لو الحبر بتاع المكنه خلص؟ طب دليني انت يا دولة يا ابن عم، يعني اعمل ايه مع الست المفتريه دي؟ بص يا رمزي، احنا نحط ايدينا في ايدين بعض، انت ابن عم يلا وانا لازم اقف جنبك، نجيب مكنه جديده وننفسها. ماشي يا دولة. طب هنجيب فلوس المكنه دي منين؟ طيب مش اشكال، هرهن البضاعه اللي في البازار، استلف، ممكن ادفع مثلا مقدم في المكنه وبعد كده اقسط ثمنها. المهم اول ما نكسب فلوس ونخلص ثمن المكنه يبقى بعد اللي كده اللي جاي لنا بقى ده كله مكسب. ماشي يا دولة، عفارب عليك. طب انت هتديني كام بقى؟ انا بقيت خبره دلوقتي. ماشي عم الخبره، هديك يا رمزي 25%. ايه ده ايه ده؟ طب ما هي بتديني 25 جنيه برضه. يلا هي بتديك 25%، انا بديك 25% يعني مبلغ ضخم يعني. لا بص يا دولة، انا عايز 30 جنيه علشان بقى احس بالزياده. 30 جنيه في اليوم؟ اه. يعني كام في الاسبوع؟ يعني 180 جنيه. خليهم 200 جنيه يا عم في الاسبوع، يبقوا كام في الشهر؟ 800. 800 جنيه ليك في الشهر؟ ايه المبالغ الضخمه دي؟ انت محوش عندي كام بقى؟ 600 جنيه. 600 نقصهم من 800 يبقى كام؟ 200. هات 200 جنيه. كنت هروح فتيس. اتفضل يا دي. ايه دول؟ ايه ده معاك فلوس ثانيه ولا ايه؟ اه ده 120 جنيه كده. 120 جنيه؟ لا 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 هاتهم احوشهم لك، انت هتعوز مبلغ ضخم زي كده في ايه؟ يا ربنا يخليك. خد يا 2 جنيه اهم. ماشي. وانا هم دول خليهم كده اهو، ال 120 جنيه دول بقى هنقصهم من 400 جنيه اللي كانوا فاضلين لك من 600، يبقى فاضل لك كام؟ 280. بس انت معاك حاجه تاني؟ هم ال 2 جنيه دول تدول. هات انت جنيه وانا جنيه، اسمي حاسب على المشاريب بقى. بس يا رمزي ودي مش محتاجه حبر، انت على طول بتدوس على الزرار الاحمر هتلاقي المكنه دي طلعت مكانها على طول. حط بس. ايه ده؟ انتوا جبتوا مكنه جديده؟ اسمها مكنه كبيره، مكنه حديثه اكبر من المكنه بتاعتك طبعا. طب كويس بقى، ده انا اتفقت مع ناس هيجوا يشيلوا المكنه بتاعتي. بتنسحب يا سيدي الكل. ليه 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 يشيلوا المكنه؟ ما تخليكي قاعده هنا يا ماما بتسترزقي تاكل عيش يعني. عموما الناس اللي هيجوا يشيلوا المكنه انا كده كده محاسباهم، يا دوب بس هيجوا ياخدوها ويمشوا على طول. يا بنتي اقعدي يا بنتي كلي عيش يا بنتي، معقوله يعني هتنسحب بسرعه؟ خلي عندك روح قتاليه. يا دولة ده هي خافت من شكل المكنه بتاعتنا. انت بقى يا رمزي مش عايز تاخد ال 25 جنيه بتوع النهارده؟ ليه 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 25 ايه؟ مش عايزهم ده انت هتشوفي ايام مقندله، ايامك اللي جايه سودة. ولا يا رمزي ولا يا رمزي ما تخوفهاش يا ابني، هي مرعوبه لوحديها. انا ايامي اللي جايه سودة؟ على العموم هنشوف وربنا يوفقكم. سلام. مع السلامه يا حلوه. يا حلاوتك يا دوله في الشراني. بعدين يلا رمزي، من صباحية ربنا ومفيش ولا زبون دخل لغاية دلوقتي. دولة أنا خلاص تعبت خالص من الوقفة. ما هو كل ده منك أنت، طول ما أنت ببوزك كده هتفقرنا على طول. قال طب ما أنا كنت شغال معاها ببوزي دون وكنا شغالين زي الفل، يعني خلاص هفقرك دلوقتي.
هاي يا جماعة، أخبار الشغل إيه؟ أنت فاتحة فين يا ست الكل؟ مش فاتحة. إيه ده؟ طب والزباين طيب بتوع حضرتك؟ ما تبعتهم لنا طيب؟ أبعت لك إيه؟ ده كان موسم امتحانات وخلاص، إحنا دلوقتي في أجازة. أجازة؟ يعني مفيش شغل ولا إيه؟ خالص. طب ومكنة التصوير بتاعتك عملت فيها إيه؟ كنت مأجراها وبعد كده رجعتها لصاحبها. فعلا ست الكل. كلب السرايا رجع تاني. هو انت اشتريت المكنه دي؟ اشتريتها عشان اجرها للناس الهواه اللي بيحبوا ياجروا مكنه التصوير في المواسم يعني. ايه رايك بقى ما تاجريها منه وتشغليني معاك يا ست الكل؟ فعلا كلب الباشا مات، مشيت وراه كل البلد. الباشا نفسه مات، ما مشيش وراه ولا كلب. اطلع بره يا كلب، بره بره. وانت مستنيه ايه؟ جاي تشمعتي فيا؟ اطلع بره لو سمحتي.